السلام عليكم. مرحبا بك عند توتال اسيدي. الله يبارك فيك. بغي شي العادي ولا توتال اكسليوم؟ بحال بحال. شنو هو الفرق؟ باين عليك انسان معقول وتتبع الجوده. مرحبا بك عند مول الحكمه. مرحبا. زيد اسيدي زيد زيد، ما تحشمش راك عند مول الحكمه. كي داير؟ ارا سيدي. هاي 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 هاي، قول لي بالنسبه لك انت واش الوقود بحال بحال؟ ما كاينش فرق. حاس باللي غنتعلم شي حاجه جديده اليوم. ما عندي ما يتسالك، هادي عندك. في كل كارطة عندنا هنا كاينه مزايا ديال توتال اكسليوم، واش غادي تعرفهم ولا لا؟ ولا اني بلاتي يلا. هادي بعدا سهله. هادي كتعني كينقي الموتور. معلوم كينقي الموتور باش الموتور يكون صومي قل مع الوقت. وهادي وقيلة كيحافظ على البياس ديال الموتور. معلوم باش الموتور يدوم كتر مع الوقت. وهادي وهادي الا ما خدتش نكذب، توتال اكسليوم كيحسن من فعالية الموتور. والاخرى هادي صراحة ما عرفتهاش. سهلة، موتور نقي كيلو وتقل. دابا عرفتي علاش توتال اكسليوم؟ معلوم. واحد دقيقة. الو. اي طوموبيلتك واجده، تهلا ليا فراسك، الله يعاونك.